وايضا هنروح لواحد برضو من اللعيبه المنتقله الى مصر المقاصه، اللاعب فارس طارق الباك رايت بتاع مصر المقاصه ولاعب النادي الاهلي. فارس تحياتي ليك. اهلا بحضرتك. اولا قول لي بقى، يعني السنه دي ما شاء الله يعني رحت لمصر المقاصه انتقالات يناير في ثقه من الكابتن ايهاب جلال، بدات تشارك بصفه اساسيه، قول لي طموحك مع مصر المقاصه. طبعا والله في البدايه بحب اشكر الكابتن ايهاب طبعا والجهاز الفني ان هم ادوني الثقه دي ان العب وان اقدر اثبت نفسي عشان ارجع تاني. طبعا دي خطوه كويسه جدا في مسيرتي يعني، وان شاء الله اثبت نفسي فيها عشان اقدر ارجع تاني باذن الله. طب قول لي، ليك هدف انك ترجع النادي الاهلي تاني يا فارس؟ يعني اكيد دايما وانت طبعا. بتشتغل في التمرين بتشتغل في مباريات مع مصر المقاصه، هدف ليك انك ترجع مره اخرى؟ اكيد طبعا، ده الهدف الاول طبعا ان انا اقدر اثبت نفسي عشان استحق يعني، واثبت للناس ان اقدر ان شاء الله ارجع تاني مع النادي الاهلي باذن الله. ما شاء الله انت لعبت وتألقت في مباراه سيراميكا وكمان المباراه الاخيره، مظبوط كده؟ انا من ساعه ما رحت من اول سيراميكا لعبت، ولعبت 5 ماتشات ورا بعض. لعبت كام مباراه مع ورا بعض؟ 5 ماتشات، 4 في الدوري، ولسه النهارده كانت اخر مباراه في الكاس. كويس، يعني النهارده في ثقه كبيره من الكابتن ايهاب جلال، انت من العناصر الاساسيه دلوقتي. طبعا بحب طبعا اشكره بصراحه على الثقه دي يعني، اول ما رحت اداني الثقه على طول انه بدا يلعبني، فطبعا بشكره جدا يعني. تمام، في تواصل من الجهاز الفني من النادي الاهلي معاك يا فارس؟ في متابعه من الكابتن سيد، بيكلمك دايما، شد حيلك احنا بنتابعك بنشوفك، في تواصل موجود؟ اكيد طبعا فيه، وكمان انا برضه ببلغ الناس دايما، بكلم معاهم. كابتن عمرو طبعا كان الكابتن بتاعي في فريق 99، دايما بكلمه وببلغه بالاخبار وكل حاجه. تمام، اتمنى لك ان شاء الله التوفيق يا فارس، وترجع بيتك مره اخرى ان شاء الله السنه الجايه نادي الاهلي. بنشكر يعني فارس طارق لاعب النادي الاهلي والمعار الى مصر المقاصه، شكرا جزيلا لك.